السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحل سؤال من السنين السابقة بخصوص الستيم باور بلانت أو الستيم توربين. هذا السؤال اللي يشوفونه اللي هو يقول A regenerative reheat steam cycle employs two open feed water heaters as shown in the figure in terms of enthalpy at the indicated points. Find the work of each turbine, work of each pump, amount of steam bleed at each stage اللي هو يقصد به Y1 and Y2 and the cycle efficiency. مثل ما تشوفون هو منطينا الشكل للمنظومة اللي تتكون من يعني لهذه المنظومة يسمونها regenerative اللي يتم بها إعادة تسخين الماء اللي طالع من الكوندنسر قبل ارساله الى البويلر. وهنا مستخدم تو اوبن فيد ووتر هيتر مثل ما تشوفون. في التورباين الاول اخذ من عنده بليدنج مقدار يعني كميه البخار اللي اخذها بمقدار Y1، من التورباين الاخر اخذ مقدار Y2 للفيد ووتر هيتر. فهو هسه حاليا نحتاج نوجد الشغل في كل تورباين والشغل في كل بامب، إضافة للكيو إن يريد الثيرمال افشنسي بدلالة الانثالبيات، وأيضا رايد الواي 1 والواي 2 أيضا بدلالة الانثالبيات إضافة للثيرمال افشنسي. فخلينا نجي نشوف شلون نبدي نحل هذا السؤال. هسه نجي نحل هذا السؤال. طبعا قمت برسم هذا الفيجر الموجود بالأسئلة ونفس الترقيمات، كون أكون أنا متأكد من نفس الترقيمات اللي كانت بالسؤال. بالسؤال هو يريد الشغل في كل توربين وفي كل مضخة بدلالة الانثالبيات وبدلالة الY1 والY2 اللي هذا البليدنج من التوربين. فالمفروض أن أسوي لأخذ لكل جزء فصله على حدة. هسه حاليا خلينا نجي للشغل البمب الأول. هذا الشغل البمب الأول هو بين نقطة 6 وبين نقطة 7. الفلوريت اللي يمر به هو شقد؟ فلازم أنا أعرف الفلوريت، لازم أمثله بهذا المكان. فعندني هسه التورباين الاول، هذا راح يجي الفلوريت واحد راح يطلع من عنده بمقدار واي يروح للفيد ووتر هيتر الثاني. فايش قد المتبقي اللي يطلع من عنده؟ فهذا المفروض واحد ناقصا واي 1. فمن بعد ما سخن راح ودينا المن للتوربين الثاني، فاذا اللي جاي للتوربين الثاني اللي هو واحد ناقصا واي 1. اللي طلع من عنده البليدنج اللي يروح للفيد ووتر هيتر الاول هو Y2، فاذا هنا المتبقي شقد؟ واحد ناقصا Y1 ناقصا Y2. فاذا الفلو ريت اللي جاي يجي للبمب هو واحد ناقصا Y1 ناقصا Y2. فاذا W بمب 1 المفروض يساوي الفلو ريت واحد ناقصا Y1 ناقصا Y2 مضروب في الفرق بين الانثالبيات اللي هو H7 ناقصا H6. طبعا هذه بعدين على المفروض اوجد ال Y1 وال Y2 بدلالة الانثالبيات. W bump 2 هنا قد عندي الفلو ريت اللي يمر على ال W bump 2، عندي جاي يجي لي هنا Y2 وهنا عندي واحد ناقصا Y1 ناقصا Y2 راح ينجمع يصير يمر على المضخة الثانية. فعندي الفلو ريت هو واحد ناقصا Y1 ناقصا Y2، هذا الجزء الأول اللي جاي من هذه المضخة، زائدا Y2، هذا مجموع الفلو ريت اللي يمر في المضخة الثانية مضروب في H9 ناقصا H8. طبعا هذه من بعد ما
نختصر هذه الواي، واي واحد ناقص واي 1 ناقص عن واي 2 زائد عن واي 2، فالواي 2 تروح، فيصير عندي واحد ناقص عن واي 1 مضروبة في ال H9 ناقص عن H8. نجي إلى المضخة الثالثة W بوم 3. الفلو ريت ايش قد يمر عليها؟ طبعا عندي هنا واي 1 وهنا عندي ايش قد قلنا الصفة؟ واحد ناقص واي 1، فراح تختصر المفروض انها الام دوت واحد، فمباشرة راح تكون اتش 1 ناقص اتش 10. هذه بالنسبة للمضخات. بالنسبة للتوربينات، التوربين الاول دبليو توربين 1 يساوي، كنا احنا الشغل اللي اذا نريد نحسب الشغل التوربين اللي بي بليدنج البريشر، نحسب الطاقة الداخلة ونقص الطاقة الخارجة راح يطلع لنا الشغل الصافي في هذا البوم. فهذا التوربين الاول، فالطاقة الداخلية اللي هي H2 مضروبة في الام دوت اللي هي واحد، فهذه H1 ناقصا الطاقة الخارجية. الطاقة الخارجية عندي هنا 12، الام دوت مالتها y1، فاذا y1 في h12 زائد، طبعا هذه الناقص برا طلعت، زائد عندي هنا الام دوت 1 ناقص y1 مضروبة في ال h3. دبليو بوم العفو دبليو توربين الثاني راح يكون كالاتي. عند الشغل الداخل هنا عندي قد الام دوت اللي هي واحد ناقص عن واي 1، اوكي هذا هو الداخل، واحد ناقص عن واي 1 مضروب في هذه نقطة 4 اتش 4، نقص من عنده الطاقة الخارجة، الطاقة الخارجة عندي هنا y2 في h13، y2 في h13 زائدا عندي هنا واحد ناقص عن y1 ناقص عن y2 مضروبة في h5. هذا الشغل في التوربين الثاني. بالنسبة للكيو ان مفروض يساوي ان H2 ناقص H1، هذه الكمية الحرارة اللي انضافت لمن؟ انضافت لهذا الأنبوب اللي من واحد إلى اثنين، لكن أيضا أضاف حرارة لمن؟ إلى هذا الجزء اللي هو زائد هذه الأم دوت قد هنا مرت؟ واحد ناقص Y1 مضروب في هذا هو اللي دخل هنا البويلر طلع ساخن، ف H4 ناقص H3. هذا بالنسبة إلى الشغل في كل جزء من المنظومة. هسه لإيجاد قيمة Y1 و Y2 لازم احنا عندنا نسوي موازنة حرارية للطاقة اللي موجودة داخل الفيد ووتر هيتر الأول والثاني. فهسه أنا راح أرسم كل جزء وحدة حتى نسوي موازنة للطاقة. عندي هنا الفيد ووتر هيتر، الأول هنا عندنا الجزء اللي يدخله هنا من 7، هذه النقطة 7، الفلو ريت هو لأنه هو واحد ناقص y1 ناقص y2. بعد عندنا جزء اللي هو رقم 13، هنا عندي y2 الفلوريت، وعندنا الخارج اللي هي 8، الفلوريت اللي هي y2 زائدا
واحد ناقص واي وان ناقص واي تو، فهذه تختصر مع هذه فيبقى واحد ناقص واي وان. اوكي، بالنسبة للووتر هيت، فيد ووتر هيتر الثاني عندي هنا نقطة رقم 12، عندنا الفلوريت واي 1، أما النقطة رقم 9 الفلوريت هنا مالتها هو 1 ناقص واي 1، أما هنا راح يكون 1 والنقطة هي 10. هذا هو الفيد ووتر هيتر الثاني. بس نسوي موازنة، الطاقة الداخلية المفروض تساوي الطاقة الخارجية، فعندي هنا الطاقة الخارجية 1 ناقص واي 1 في اتش 8 مفروض يساوي لنا واي 2 في ال H13 زائدا 1 ناقصا واي 1 ناقصا واي 2 في H7. هسه نلاحظ احنا عندي الواي 1 والواي 2 موجودات وبقيتهن هن موجودة انثالبيات. خلينا نرجع لهذه المعادلة بعدين، خلينا نجي المعادلة الثانية. هنا عندي واي 1، هنا عندي فقط واي 1 موجودة، فالمفروض اقدر اطلع واي 1 بدلالة مثالبيات وبعدين اعوضها هنا فتطلع لي الواي 2. فهسه عندي الواي 1، هنا عندي الخارج اللي هي اتش 10 مفروض يساوي لنا اتش 12 مضروبة في الواي 1 زائدا اتش 9 مضروبة في 1 ناقصا واي 1، وبالتالي نقدر نقول H12 Y1 زائد H9 ناقص Y1 H9. ناخذ عامل مشترك وهذه نحولها، فعندي Y1 مفروض تساوي H12 ناقص H9، وهذا يساوي لنا H10 ناقص H9. هذه هسه طلعنا ال Y1، نجي نعوضها فقط في هذه المعادلة وراح تطلع ال Y2 بدلالة الانثالبيات.